لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لقوله أين باتت يده، قال بعض أهل العلم إنه نوم الليل، لأن المبيت لا يكون إلا بالليل، والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى نوم الليل ونوم النهار سواء في هذا، ولكن لما كان الأصل أن النوم لا يكون إلا في الليل، أما في النهار فليس فيه نوم، وإنما النهار وقت الحركة وطلب الرزق والسعي في الأرض وغير ذلك، إلا ما كان من القيلولة وهي شيء يسير، وليس كل الناس يقيلون لكن كل الناس ينامون. فالقصد أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هنا قال أهل العلم إنه يكون من نوم الليل لأنه وقت البيات. نعم.